لاحظ أن هذا الجهاز، هذا الباور سبلاي، يزودنا بفولتية مستمرة. تمرين هذا اليوم وهو التمرين الثالث من الوحدة الثالثة من أجهزة القياس، سوف نقوم بضبط جهاز الأبوميتر ومعايرته لقياس هذه الفولتية المستمرة. نقوم بتشغيل جهاز الباور سبلاي ونجد أن هنا الفولتية على هذا الجهاز على شاشته 30.4 فولت، أي أن فولتيته مستمرة. كيفية معايرة الجهاز؟ بما أن مصدر الفولتية يعطي فولتية مستمرة، يجب علينا معايرة الجهاز ليكون أولا على معلم كهربائي وهو الفولت، ونلاحظ أن الفولتية هنا هي دي سي. سنقوم بتصفير الجهاز حتى تظهر هذه الإشارة عندنا وهي رمز دي سي، والذي يشير إلى فولتية مستمرة، والصفر لأن قيمة الفولتية هنا لا يظهر شيء عليها بسبب عدم اتصالها بأي مصدر. سنقوم بوصل الجهاز وعلى التوازي مع مصدر الفولتية المستمرة، ولنلاحظ قيمة الفولتية على الجهاز. نلاحظ أن قيمة الفولتية على الجهاز والذي يسمى هنا فولت ميتر، لأننا نقوم بقياس الفولتية، تعادل القراءة الموجودة على شاشة جهاز الباور سبلاي والذي يزودنا بفولتية مستمرة. هذا كل ما يتعلق بكيفية ضبط جهاز الأبوميتر لقياس الفولتية المستمرة. لو قمنا بتخفيض قيمة الفولتية على شاشة الجهاز لتصبح قيمتها مثلا ما يعادل 15 فولت، نلاحظ أن القراءة أصبحت على جهاز الأفوميتر هي نفس قراءة جهاز الباور سبلاي مصدر التغذية المستمرة.